السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام. طبعا بعد اللي عملنا حوصلة أو ملخص للمعتقدات الإنسانية عبر التاريخ، ووصلنا إلى النقطة الحاسمة والمهمة جدا في التطور المعتقد عند الإنسان، وهي ظهور الزردشتية. طبعا كثير منكم عنده فكرة على الزردشتية أو قراء عليها، ولكن ما يعرفش بالضبط حقيقة هذا الدين أو المعتقد. نجم نقول ونأكد إن ظهور الزردشتية غير مسار الإنسانية، وتنقل لكم علاش. طبعا الديانة الزردشتية ما هيش ديانة بسيطة، وباعتراف جميع المؤرخين وخاصة المختصين في علوم الدين، إن كل المعتقدات اللي موجودة بعد الزردشتية كانت متأثرة بالفكر الزردشتي، بل حتى فلاسفة اليونان وكل الفلاسفة في العالم اتأثروا بالفكر الزردشتي. يمكن ما تقولوا دين كأي الأديان وهو الآن اضمحل، لا، الزردشتية هو أول دين عمل خلاصة كاملة للمعتقدات الإنسانية. وتنقولوا علاش احنا خطر باش نتوقفوا فترة طويلة على الدين هذا. يمكن انتم شفتوا اللي كل مرة نقولكم باش نحكي على الزردشتية وما نحكيش، كل مرة نقولكم باش نحكي على الزردشتية وما نحكيش. في الحقيقة ما حبيتش نحكي على خاطر الزردشتية ماهيش حاجة بسيطة وماهيش حاجة سهلة، بل يمكن نقول إن الديانة اليهودية اللي جات بعد الزردشتية حبت تسرق قوة الزردشتية وتنسبها المجموعة بشرية معينة اللي يطلق عليهم العبريين، ورفضت إن هالمعلومات هذوك يخرجوا من إطار هؤلاء العبريين اللي ولاو من بعد اليهود. لكن جاء عيسى وحب يطبق أكثر الزردشتية وجاب فكرة العالمية، يعني المعتقدات اليهودية ما عادش تكون مختصة بشعب معين أو بمجموعة من البشر، خاطر الشعب كلمة شعب راهي فيها مشكلة تنحكيو عليها في الفيديوهات القادمة، خاطر هذوما نقط جدا مهمة ومصطلحات جدا مهمة. ديما نقول ونعاود احنا عندنا مشكل مصطلحات، هذه نقطة، وعندنا مشكل فهم حقيقي لهذه المصطلحات. إذا المسيحية جاءت في الحقيقة لكي تكمل اليهودية وتجعل من الفكر المسروق من الزردشتية عالمي، لأن لو نشوف الزردشتية تعتمد على ثلاثة ركائز مهمة، هي التوحيد، السماوية ما يسمى بفكرة الوحي، والعالمية. اليهود أخذوا التوحيد والوحي ما يسمى بالسماوية، ولكن فكرة العالمية جعلوها في إطار ضيق، يعني خلاو العلوم متاعهم اليوم هما وحدهم وهما نصبوا رواحهم شعب الله المختار على البشرية، يعني العالمية تكون تحت قيادة متاعهم، وهذا باش نرجعوا له بالتفاصيل في الفيديوهات القادمة. طبعا هذه الفيديو هي عبارة على دردشة معاكم مباشرة باش تفهموا قوة الزردشتية. إذا هذا بالنسبة ما يسمى باليهود، يعني العالمية خذات فكرة أنهم هما هالأشخاص هذو هما اللي يسيروا العالم، وجاء المسيح وجبد بهم السجادة، خذا فكرة العالمية وفكرة التوحيد وفكرة الوحي، ولكن هذه المرة غير في معنى التوحيد
وغير في معنى الوحي واقترب للديانات الأصلية اللي جات منها الزردشتية اللي هي كما تعرفوا الفيدية. إذا نجم نقول المسيحية هي عودة للأصل الأول مع بقاء الفكر التوحيدي للزردشتية والفكر السماوي للزردشتية. وهذه المسيحية تنحكي عليها، يعني هي وجهة نظر نجم نقولوا أن اليهودية جات وخذت أشياء من الزردشتية، والمسيحية جات وخذت أشياء من الزردشتية وأشياء من أصل الزردشتية. الهدف متاعهم هذو مزوز هو القضاء على الزردشتية. طبعا العبريين اللي هما اليهود ما قدروش. لماذا؟ لأنهم حصروا المسألة في مسألة نجم نقولوا مجموعة بشرية ضيقة، على خطر الفكر اليهودي جاء على فكر ما يسمى بأرض الأنبياء اللي تمتد من العراق إلى مصر، يعتبروا لهذه المنطقة هي أرض الأنبياء، واللي الإله متاعهم وعدهم باش هما يحكموا منها العالم كله من هذه المنطقة، ولكن مقدروش يقضيوا على الزردشتية. فجاءت المسيحية. المسيحية نجم نقولوا صحيح، فأنت عيسى يهودي يعني بغض النظر أنه توجد ولا ما توجدش، والقصة هذيك كنا نعرفوها يعني من ناحية التاريخية ومن ناحية الأسطورية في الفيديوهات القادمة، خاطر احنا باش ندخلوا توا في منطقة الشرق الأوسط، باش ندرسوا الشرق الأوسط هذا، فهمت، ونشوفوا شنو هو فيه من خبايا. إذا عيسى بغض النظر على وجود ولا عدم وجوده وغيرها من الأمور، فهو جاء بفكرة العالمية وتحت دعم نجم نقوله روماني، لأن يعني نعرف المنطقة هذيك في ظهر فيها عيسى كانت تحت سيطرة الرومان. إذا الفكرة متاع المسيحية هي من أجل القضاء على الزردشتية. يعني اليهودية جاءت بفكرة القضاء على الزردشتية، المسيحية جاءت بفكرة القضاء على الزردشتية، ولكن الزوز ما نجموش يقضوا عليها. فجاء الإسلام. الإسلام النجم نقوله هو التوأم للزردشتية، كما أن الزردشتية في العصر متاعها عملت خلاصة للمعتقدات البشرية، الإسلام جاء واخذا هذه الخلاصة وأضاف إليها الخلاصة اليهودية والمسيحية، وأضاف إليها الأصل متاع الديانة الزردشتية اللي هي الفيدية والمزدية وقبلها، وعمل خلاصة كاملة وكون قوة استطاعت أن تقضي على الزردشتية. ولا دين ظهر بعد الزردشتية ما استطاع يقضي عليها إلا الإسلام. حتى المانية، فهمت اللي تو نحكيو عليها زادة، فهمت اللي هي معناتها النجم نقولوا واحنا مذهب أو انحراف عن الزردشتية، ما قدرتش تقضي عليها. إذا النجم نقولوا إن الذي قضى على الزردشتية هو الإسلام، وهذا باش نعرفوه في الفيديوهات القادمة. باهي أنا هذه الفيديو مانيش باش نطول فيها ياسر، غير نحب نحطكم ديما في الصحن. المهم احنا ما عادش باش نحكيو على المعتقدات قبل الزردشتية، ننساوها، كل ما هو قبل الزردشتية ما عادش باش نتكلموا عليه، ولكن باش نحكيو على الفكر الزردشتي، وفي نفس الوقت نعملوا مقارنة باش ناخذوا عدة جوانب، فهمت، لأن فهم الفكر الزردشتي في مسألة الخلق، في مسألة الحياة بعد الموت، في مسألة الجنة والنار، في مسألة الرب، في مسألة العقاب، الحساب، الخير، الشر،
كل هذه المصطلحات اللي نلقاوها في الديانات الإبراهيمية هي مأخوذة من الزردشتية، وأقوم بمقارنة مع المعتقدات اللي قبل الزردشتية نقطة نقطة، لأن فهم الزردشتية هو فهم الديانات الإبراهيمية. المهم اللي حبيت نقوله في هذه الفيديو إن الزردشتية هي نقطة تحول خطيرة وأساسية في المعتقد الإنساني والتطور المعتقد الإنساني بثلاثة نقاط مهمة، اللي هي أولا التوحيد اللي هي فكرة يعني ديكتاتورية بأتم معنى الكلمة، فتنقول توحيد ونقول ديكتاتورية يعني ممنوع التنوع. نعرف لي احنا قبل الزردشتية كانت عدة أديان، هناك ديانات تؤمن بعديد الآلهة بل إلى نهاية من الآلهة، وحتى المزدية اللي جات منها الزردشتية كانت تؤمن بإله الخير وإله الشر، يعني نوعا ما فما ازدواجية وفما خيار. إذن فكرة التوحيد هي فكرة ديكتاتورية تمنع التنوع، هذه نقطة. أما النقطة الثانية هي فكرة السماوية. احنا نعرف قبل الزردشتية كانت هناك كثير من الأديان تؤمن بالسمو نحو السماء أو بالتجلي، فهمت، القوة الفوقية في الإنسان أو في البراهما أو في العارف للحقيقة، يعني هناك نوعا ما يا أما صعود يا أما تجلي. بينما زردشت جاب فكرة أخرى، جاب فكرة أن جاه واحد من السماء وطلعوا وقال له شنو باش تعمل وشنو ما تعملش. إذن فكرة السماوية هي فكرة جدا خطيرة لأنها جابت فكرة المقدس، يعني احنا البشر قصر، وهي في الحقيقة فكرة السماوية الهدف متاعها هو الحكم والسياسة، أي الملك يتكلم والرعية تطيع، أي الرب يتكلم وعلى العبيد أن تسجد. إذن هذه نقطة جدا مهمة في الزردشتية، الأول الدكتاتورية، الثاني السماوية اللي هي الحكم والسياسة، والفكرة الثالثة هي العالمية. وعندما نقول العالمية يعني الإمبريالية بأتم معنى الكلمة، يعني ما يكفيش أنك تمنع التنوع في المنطقة اللي موجودة فيها أنت، في نفس الوقت لازمك تغزو العالم وتنشر الفكر بتاعك وتفرض بأي طريقة كانت. إذن هذوما الثالوث الخطير جدا في الفكر الزردشتي اللي ما جاء به حتى إنسان قبل الزردشتية. صحيح فما شكون معناتها النجم نقول وإحنا قرب للفكرة، ولكن النجم نقول الزردشتية هي خلاصة، كما نقول بالفرنسية سانتيز، خلاصة للمعتقد البشري من أجل حكم الإنسان. وهذا اللي باش نعرفوه في الفيديوهات القادمة، كل مرة ناخذوا فكرة ونفصلوا فيها ونحكيوا فيها باش تفهموا عمق الفكر الزردشتي الذي ظهر قبل 3000 سنة واللي احنا الى الان نعاني من هذا الفكر الخطير جدا والمتمثل في كثير من الجوانب نتاعه، فهمت، في الديانات الإبراهيمية وخاصة اليهودية والمسيحية والإسلام. إذن باش نحكيو على الزردشتية ومن بعد نحكيو على الديانة اليهودية والمسيحية ثم الإسلام، وفي نفس الوقت نقوم بمقارنة للمعتقدات الإنسانية قبل الفكر الزردشتي.
أرجو أن تكون الفكرة واضحة، وأرجو أن يكون الفيديو عجبكم، وطبعاً كان عجبكم وزعوه، وأشكركم على التشجيعات وعلى التعليقات وعلى المشاركة، وبسلامة ومع فيديو قادم.